أربع منتخبات عربية شاركت، المستضيفة قطر، وفخر يعني خلينا نحكي المونديالات، أكيد في أول مونديال بتاريخ العالم يكون بوطن عربي. نحكي عن المملكة العربية السعودية اللي أدت أداء جميل جدا وقتالي، يعني لدرجة أنه عدد من اللاعبين عندهم صاروا بملفات أندية أوروبا فعليا. تونس أيضا أدائها الرائع جدا وتغلبها على فرنسا اللي اليوم يعني قدموا بكل سهولة 3 أهداف مقابل هدف. وبنحكي أيضا عن المغرب الباقية، الأمل الباقي بدور الستاشر. المنتخبات العربية عامر، بصراحة قطر كنا كلياتنا نستنى أنها تقدم أداء بيرفكت، واو بجنن، بس للأسف ضبطت كل شيء إلا المنتخب، ما لعبت في الأداء اللي لعبت فيه. خلينا نحكي بكأس آسيا اللي ربحته آخر سنة، كان أداء جميل جدا، كانوا ممتازين ويستحقوا، وتوقعنا منهم إنه يعملوا ضجة، وفي ناس توقعت يوصلوا خلينا نحكي سيمي فاينل أو كوارتر فاينل، بس على الأداء اللي قدموه بصراحة كتير سيئين. ما بعرف شو السبب، مع إنه اللعيبة يعني من مع بعض من 10 سنين أو من 7 سنين، المدرب كذلك الأمر، بس شفنا ما في حلول. يعني أول مباراة سقطت كانت افتتاحية، حكينا ممكن إنها البهجة أو الضجة كانت أثرت على اللاعبين، بس بعد هيك لا، إنه أنت سقطت مرة ومرتين وثلاثة فتستحق. بس بنحكي لمنتخب السعودية اللي بلش بمفاجأة لما تفوز على منتخب الأرجنتين المرشح الأول، خلينا نحكي أو من المرشحات الأولى إنها تأخذ البطولة، تشجع باقي المنتخبات العربية، عشان هيك من بلشت فيها السعودية وصارت وراها كل المنتخبات، سواء تونس، المغرب، حتى المنتخبات الصغيرة مش العربية، أخذت دفعة معنوية صح بفوز السعودية على الأرجنتين. أدائهم كان جدا 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 ممتاز، بس في يعني شغلات بسيطة، خلينا نحكي الإصابات اللي تعرضوا لها اللاعبين من أول بالضبط، ما بعرف يعني خلينا نحكي المباراة الثانية كانت مش بزيادة، مش زي ما لعبوا بالمباراة الأولى، خسروا من بولندا، يعني هي كانت الفاصل خلينا نحكي، مع انه كلياتنا استنينا انه بعد فوزهم على الارجنتين يطلعوا خلينا نحكي على الاقل لدور 16. منتخب تونس مع انه لعب منيح بس للاسف ما تاهل، وخلينا نحكي طلع فوز ممتاز على منتخب فرنسا اللي هو بطل العالم، يعني هاي بحد ذاتها انجاز تاريخي خلينا نحكي له. المغرب الامل اللي ضايل لنا، الامل الباقي بصراحه فريق يحترم، فريق بده لما تكون انت متصدر بمجموعه فيها خلينا نحكي كرواتيا بلجيكا، وتفوز على بلجيكا اللي هي مصنفه عالم الاولى لاربع خمس مرات، واصله سيمي فاينل برضه كذلك الامر، فانت بتعمل شغل جبار. اللاعبين اغلبهم محترفين باوروبا، حكيم زياش، مزرعاوي، في كتير كتير لاعبين بيلعبوا في اوروبا، والمدرب خلاهم يتفاهموا مع بعض، عشان هيك قاعدين بنشوف اداء جدا جميل للمنتخب المغربي.